والمحبة والجمال، دين السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم والحوار بلا جدال، فيه التوسط في الأمور والاعتدال. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وهذا ديننا. دخلت أمنا صفية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده عائشة، فأشارت عائشة بيدها تريد أن تقول إنها قصيرة، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا عائشة إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. وتوعد الله سبحانه وتعالى المتنمرين وقال: ويل لكل همزة اللمزة. هل تعتقد أو هل تخيلت يوماً أن استهزاءك بالآخرين وتنمرك عليه سيهوي بك في نار جهنم؟ حديثنا النهاردة عن التنمر في المجتمعات الإسلامية مع فضيلة الشيخ حمدان الصالحي من علماء وزارة الأزهر، أو من علماء الأزهر. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، نورتنا النهاردة في هذا الديننا. ربنا يحفظك. موضوع حلقة النهاردة التنمر، ويمكن أغلب الناس مش عارفين أن في عقاب للمتنمرين، وأن في عقاب شديد كمان وعقوبة من الله سبحانه وتعالى، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمبدئيا عايزين نعرف إيه هو التنمر، معنى التنمر. بداية أقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، والله مناقشة هذا الموضوع من الأمور المهمة جدا، لأنها أصبحت ظاهرة في مجتمعاتنا العربية، وأصبحت هذه السلوكيات ظاهرة في العالم كله. التنمر هو سلوك عدواني، تنمر سلوك عدواني فيه اعتداء. الاعتداء ممكن يكون بالقول باللفظ، اعتداء بالفعل، اعتداء بالإشارة. يبقى أنا عندي ثلاث اعتداءات: اعتداء لفظي، اعتداء جسدي أو اعتداء بالفعل، أو اعتداء بالإشارة بالهمز واللمز والإيه والتقليد اللي هو يضحك الناس يعني. الأمر ده أمر خطير جدا، وإحنا بنشوفه دلوقتي قدام عينينا في أمور كتيرة جدا، بنشوفه في الإعلام، بنشوفه في المدارس بكثرة، بنشوفه في مباريات الكرة، بنشوفه على السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي. أصبحت ظاهرة فعلا تحتاج منا إلى توعية، تحتاج منا إلى دراسة، لأنه أمر خطير جدا يعني. طيب الإسلام كيف نظر إلى التنمر وحدثة أو التنمر؟ هل كان يعني بيحدث على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تصرف الرسول مع المتنمرين؟ ده سؤال جميل جدا. الأمر ده هل حدث في عهد النبي؟ نعم. حدث في القصة اللي حضرتك قلتيها في بداية الحلقة، اللي لما دخلت صفية على النبي صلى الله عليه وسلم وأشارت عائشة أنها إيه؟ أنها قصيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك قلت الكلمة لو امتزجت بماء النهر أو ماء البحر لغيرت. وإحنا لو تمعنا النظر في كلمة، هذه الكلمة الناس لا يعيرون لها اهتماما، يعني الناس لا يدركون خطورة كلمة واحدة. هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا من عائشة وقال: إنك قلت كلمة لو امتزجت، أي أن هذه الكلمة لو وضعت في البحر لتغير الطعم واللون ورائحة البحر، أصبح البحر الذي تستطيع أن تتوضأ منه أو تستعمله أصبح غير قابل للاستعمال. بكلمة واحدة؟ نعم بكلمة واحدة. هذه الكلمة خطيرة جدا في الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالج الأمر في وقته، يعني عالج المشكلة في وقتها، إنه يبين العقوبة، يبين خطورة الأمر. كمان لما سيدنا عبد الله بن مسعود كان نحيف الجسد وصعد شجرة الأراك عشان يجيب سواك، فظهرت ساق ابن مسعود رضي الله عنه، فضحك الصحابة لدقة ساق ابن مسعود إن هي نحيفة صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ويقول: والذي نفسي بيدي لقدم ابن مسعود أثقل يوم القيامة من أحد.
يعني انتوا بتسخروا او انت بتضحك او تستهزئ او انك انت شايف ان ده الساق بتاعته نحيفة، لا ده الساق دي ليها ميزان يوم القيامة، لأن ابن مسعود كان حاملا لكتاب الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحب أن يسمع منه القرآن. حدثت أيضا لسيدنا أبو ذر أنه غير القصة المشهورة اللي هي فيها في سندها ضعف، اللي هو عير بلالا وقال له يا ابن السوداء، لا هو كان عنده غلام وقيل أعرابيا، كان عنده عبد فعير العبد وقال له يا ابن السوداء، فاشتكى العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من أبي ذر وقال إنك امرئ فيك جاهلية. يعني سلوك التنمر ده سلوك من أيام الجاهلية، سلوك جاهلي وليس من سلوكيات الإسلام. الإسلام جه عشان يسوي بين الناس، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى العبرة ليس فضل عربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا صغير على كبير، ولا قصير على طويل. الإسلام ضد العنصرية، الإسلام عالج هذا الأمر، فقير. عالج أنه لا يوجد تمييز عرقي ولا تمييز على حسب الجنس، يعني ما أقول مثلا راجل أفضل من الست، لا، إن أكرمكم عند الله. العبرة بالتقوى، العبرة بتقوى الله عز وجل، لا يتميز الإنسان على أخيه الإنسان إلا بتقوى الله عز وجل. ولذلك الإسلام ثمن الأخلاق الكريمة وحذر من استخدام اللسان والفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. طب هنا بقى لازم أسأل حضرتك سؤال، اشمعنى اللسان واليد اللي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حضرتك هتجاوبني بعد الاتصال اللي معايا أم ملك. اتفضلي يا أم ملك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي يا فندم. ممكن أكلم طب الشيخ؟ مع حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا أم ملك. حضرتك، أنا أخويا كان متخانق مع جوزي وكان حلف بالطلاق إن هو ما يجي عندي. فهو دلوقتي عايز يجي يعمل إيه؟ هو قال إيه يا أم ملك؟ هو كنت أنا غضبانة وكده، فهو زعل عشاني، فقال إيه في غضبه، قال عليا الطلاق وأنا رايح هناك تاني. طيب هو بيسمعنا يا أم ملك؟ لا هو دلوقتي في الشغل. طيب بس انا عايز اعرف هو هيعمل ايه. هو يجي عندك عادي، مفيش مشكله خالص ان شاء الله. طب عند حضرتك اسئله تانية؟ طيب اصل لا حضرتك، هو سال شيخ، فالشيخ ده قال له تدفع 500 جنيه. لا احنا هنجيبك يا ام ملك، مفيش الكلام. طيب ده اشكرك على اتصالك يا ام ملك، وفضلت الشيخ هيجاوب على حضرتك. اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين وراى لله اتقى منها فليفعل التقوى ويكفر عن يمين. طيب ذهابه لصلة رحم ده أتقى من هو ما يروحش طبعا. يبقى هيعمل إيه؟ هيكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. لو كان مستطيعا هيطعم 10 مساكين. طب إطعام 10 مساكين أقل الإطعام قد إيه؟ من حوالي كيلو لربع رز، وانت طالع بقى عايز يعمل يجيب وجبة لعشرة مفيش مشكلة. أقل شيء والأرز هو أوسط الطعام، يجيب كيلو لربع رز للعشرة، يعني 7 كيلو ونص رز. أنا بتكلم دلوقتي لو هو هيطلع القيمة، بعض العلماء قال يجوز خروج قيمة الإطعام، وبعض العلماء قال السنة والقرآن قالوا إطعام، فيطعم ممكن يعمل 10 وجبات ويطلعهم لله عز وجل، أو يجيب الأرز ده ويوزعه برضه لعشر مساكين. يبقى مش لازم يبقى مطبوخ، مش لا مش لا لازم لا يبقى لا مستوي. رز يعني حبوب يعني. يعني هو دلوقتي يجيب أقل شيء إيه؟ أقل شيء كيلو إلا ربع، هو عايز يزود. لكن اللي بيقول لها 500 جنيه ده، اللي بيقول لها 500 جنيه ده استند على ايه؟ 500 جنيه استند على ايه؟ يعني ان الوجبه هيجيبها. لا هو الاقل الامر اكيد هيجيبها من مطعم يمكن مشهور. والارز هو اوسط الطعام، يعني اغلب الناس بتاكل ارز يعني. فدلوقتي هيجيب 10 كيلو لا 7 ونص، ونزود بقى 10 يبقى براحته بقى، يعني دي هترجع ليه هو يعني. تمام. ويروح، وليس هذا اليمين يمين طلاق. يعني اليمين هنا مش يمين طلاق. يعني مش هيقع. لا ما هو يعني ما هو حتى لو هو راح مش هيقع. كانه حلف وقال والله.
لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح. انت يقول لها انت كذا، لان هو عقد بعزم ولفظ صريح، لا ينفك هذا العقد الميثاق الغليظ الا بلفظ صريح. وده راي الامام ابن تيميه رحمه الله. هنا دي الكلمه لها اهميه كبيره في الاسلام طبعاً. يعني والكلمه هنا احنا بنتكلم ان احيانا بتاوي بالانسان الى الهلاك. طبعاً. انا معايا بس اتصال تليفوني كمان. عبد الله، استاذ عبد الله اتفضل. ايوه اتفضل فندم. اتفضل يا استاذ. بعدين لحضرتك في يعني هم سؤالين. سؤال في ايه قرانيه بتقول ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فبين ان يحملها وحملها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما كفورا. جهولا. ما المقصود؟ انه كان ظلوما جهولا. ما المقصود؟ بالامانه هنا. تمام. ايه هي الامانه؟ تمام. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا يعني في واحد شال قضيه عن واحد يعني واحد هل في تعويض؟ شال قضيه من واحد ازاي؟ يعني اتحبس مكانه مثلا؟ اتحط مكانه. اتحط مكانه ظلم؟ ظلم. حبس يعني. ماشي. هل في تعويض؟ تمام، حاضر نجيبك ان شاء الله. طب ما هو يعني طالما التاني اتحبس ظلم هيتعوض ازاي؟ ما هو اللي حبس ورد ان هو يتحبس مكانه، فمين هيعوض؟ لا، ممكن يكون عارض عليه نقول له انت اتحبست وانت مالكش ذنب، يعني يحاول يعوضه يعني. ماشي، اشكرك يا استاذ عبد الله على اتصالك. ماشي. ما المقصود بالامانه؟ السؤال الاول، الامانه هنا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض، الامانه ليست المقصود بها خد حاجه شيلها عندك او حفظ الودائع يعني. الامانه هنا امانه الدين. أمانة الدين والاختيار. يعني إيه؟ السماوات تختاري تكوني طائعة لله عز وجل ويبقى عندك اختيار، تعصي ولا تطيعي؟ هنديك الاختيار ده. ربنا بيقول إيه؟ وهديناه الإيه؟ النجدين، علمناه طريق الخير وطريق الشر، وأصبح هو عنده إيه؟ ليس مسيرا في كثير من الأمور، هو مخير إن هو يطيع أم يعصي، اللي هي اللي الملائكة دلوقتي الملائكة لا يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه. نعم. طيب احنا كإنسان لو انت بلغت في الطاعة درجة انك تطيع الله عز وجل ولا تعصيه، بقت انت افضل عند الله من الملائكة. مين اللي وافق على حمل هذه الامانة والاختيار، امانة الاختيار والدين؟ الانسان. انه كان ظلوما جهولا، يعني مش عارف خطورة الامر. ان هو حتة الاختيار دي امر صعب جدا. في ناس كتيرة جدا عارفين طريق الخير وطريق الشر، ومع ذلك يمشوا في ايه؟ في طريق الايه؟ الشر والضلال عياذا بالله، فيكون مصيرهم الايه؟ النار والهلاك. لكن الانسان العاقل الفطن يعلم ان هذه الدنيا لابد ان تكون مزرعه للاخره، فيكثر فيها من الاعمال الصالحه ويكثر فيها من طاعه الله عز وجل. قلنا قبل الاتصال ان الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اشمعنى لسان واليد اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الامر السؤال الثاني معلش اللي هو قاله في التعويض، يجوز ان هو ايه؟ يجوز ان هو ياخذ تعويضا، وده يقدره اهل الحل والعقد، ويبقى في جلسه عرفيه تقدر الامر ده، يعني حتى لو كانت على نطاق ضيق يعني. الامر ده محتاج تفصيل اكتر، يعني هو ما قالش هو ممكن يرجع للكنترول وياخد رقم حضرتك. ما فيش مشكله ان شاء الله، ويتواصل مع حضرتك بعد الحلقه. طيب انا معايا اتصال ثاني. اشرف اتفضل يا استاذ. اشرف السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الله يكرمك. اتفضل. بقول لك لو واحد ما طلبش ممكن بس تعلي الصوت شويه، ولو انت بتسمعني من التلفزيون اقفله لو سمحت. ماشي اتفضل. لو واحد ايه ما صامش ايه؟ الناس ما بتصومش كلهم على يعني عادي؟ لو ما صامش السته من شوال على بعضيهم. طب استاذنك ترجع للكنترول وهم هيوصلوا السؤال. يعني ارجع اقول سؤالك للكنترول وهم هيقولوا لنا. شكرا لحضرتك. طيب لماذا حذر النبي من اللسان واليد؟ اللسان هو سبب هلاك الانسان اذا كان يطلق لسانه، يطلق له العنان ولا يتحكم فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكلم معاذ قال امسك عليك هذا. فرد معاذ يتعجب، او مؤاخذون بما نتحدث به يا رسول الله؟ احنا كل كلمه هتتقال هتتسجل وهنتحاسب عليها. قال فكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار
على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يبقى اللسان هو سبب الإيه؟ سبب ورود الإنسان يا إما جنة يا إما نار. ورب كلمة يقولها الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب كلمة يقولها لا يلقي لها بالا، هو مش عارف خطورة الكلمة هذه، تهوي به في النار 70 خريفا، ورب كلمة يقولها تجعله في أعلى عليين في الجنة. فالكلمة هذه في الإسلام لها قيمة كبيرة جدا. الإنسان يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة، يتزوج بكلمة ويطلق بكلمة. فالكلمة لها مكانة كبيرة جدا في الإسلام، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. كل شيء سيسجل على الإنسان أكيد. طيب إزاي بقى أنا واعي الناس عن خطورة التنمر في المجتمع؟ التوعية يعني ده سؤال لابد يعني أن يهتم به الإعلام، يهتم به، تهتم به الأسرة، تهتم به المدارس. يجب أن احنا نعرف خطورة هذا الأمر. يبقى في البيت الأب والأم يكون في توعية كبيرة جدا لأولادهم، يكون في توعية من الصغر أنك أنت لا تتنمر على أحد، لا تستهزئ بأحد. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا من إيه؟ منهن. وربنا يقول ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللي مش هيتوب ويرجع لربنا وصفه الله بالظالم لنفسه. لذلك إن ربنا لما قال ولا تلمزوا أنفسكم سمى أخوك المسلم إن هو نفسك، وما قالش ولا تلمزوا الناس، ده ولا تلمزوا أنفسكم. يعني أنت وأخوك المسلم أنتوا نفس واحدة، أنتوا نفس واحدة. إزاي أنت تتكلم على نفسك؟ ولذلك إن دايما يفضي هذا الأمر إلى إيه؟ أنت هتتنمر على حد فهو هيتنمر عليك، فأنت هتسبه هيسبك. يبقى أنت أكنك إيه؟ شتمت نفسك، لأنك أنت وصلت الناس إن هم يستهزئوا بيك زي ما أنت بتستهزئ بيهم. والله يقول لا يسخر قوم من قوم. فهنا جعل الله سبحانه وتعالى صورة في القرآن. لما هو سورة الهمزة، سورة ويل لكل همزة اللمزة. ولكن أنا زي ما حضرتك قلت دايما الناس بطبعها فوضوية، فلما مش بتبقى عارفة أن في عقاب على الفعل اللي هي بتعمله بتستهون أو يعني بتستهون بالفعل فيزدادوا فيه، وده اللي بيحصل في المجتمعات كلها دلوقتي. التنمر أصبح يمكن عادة خلاص تعودنا عليها. ومن أمن العقاب أساء الأدب. بالضبط كده. يعني اللي هو مش عارف إحنا معلناش عقاب، فجت هنا سورة الهمزة وتوعدت للمتنمرين. فإيه هي الإرشادات اللي وجهها لنا الله سبحانه وتعالى من هذه الآية ومن هذه هو السورة؟ يعني قبل ما أخش للنقطة دي، طب ممكن أخذ الاتصال الأول اللي معايا؟ معايا أم أحمد من الفيوم. اتفضلي أم أحمد. الاتصال اتقطع. طيب ممكن تكلمينا تاني بس يا أم أحمد، ومعلش أنا بعتذر لحضرتك إن إحنا سيبناك شوية. التوعية إحنا كنا اتكلمنا التوعية، التوعية في البيت. الأم والأب دايما يوعوا أولادهم، ما ينفعش إن إحنا نتريق على حد، ما ينفعش ننتقص من حد، ما ينفعش نزدري حد، ما ينفعش نتنمر على حد. دي توعية في المنزل في البيت، لازم الأم تربي أولادها على كده. إن في عقاب، إحنا بناخد الموضوع إن هو عادي دايما، لازم توضح بقى لهم الفوائد. الكلمة دي ممكن توديه نار جهنم. صحيح صحيح. التوعية لازم، هو دايما من يعني من منهج القرآن العظيم هو سياسة الترغيب والترهيب. ما ينفعش طول الوقت إن أنا رغب بس، ما ينفعش طول الوقت أرحب بس. يبقى أنا عندي في جنة وفي نار. أقول له إنك أنت لو اتكلمت كلمة كويسة، الكلمة الطيبة صدقة، أنت كل كلمة بتقولها حلوة أنت بتاخد عليها أجر وحسنات. وأقول له كمان إن ربنا توعد مش اللي بيتكلم بس، ده ربنا بيقول في سورة في القرآن سماها سورة الهمزة، بيقول ويل لكل همزة اللمزة. العلماء يقولون إيه؟ الويل هو وعيد بالعذاب الشديد، وكلمة ويل جاءت عقوبة، والعقوبة العقوبات أهل العلم يقولون أن كل كلمة جاءت بلفظ الويل في القرآن من الكبائر. بكل لفظ في القرآن بكلمة ويل أو توعد بالعذاب، هذه الفعلة أو هذا الفعل وهذا القول يعد من الإيه؟ يعد من الكبائر. طيب الله سبحانه وتعالى يقول ويل لكل همزة اللمزة. الهمز واللمز قول وفعل. بعض العلماء يقولون أنه خاص بالعين، يعني واحد بيغمز بعينه، واحد بيشير إشارة على حد حتى يضحك عليه الناس، واحد يقلد مشية واحد عشان خاطر الناس تضحك،
واحد يصف احد بالسواد او يصفه بالاعرج او بالاعمى او بالاعور او يصفه بصفه حتى يتنمر عليه ويضحك عليه الناس. فالله سبحانه وتعالى قال عندنا ويل كم البرامج اللي بتعتمد على الاستهزاء بالاخرين يعني كتير جدا وبتاخد ناس مشاهده عاليه جدا واكبر مشاهدات واكبر ارباح. فلا ده التنمر بوسيله ربح ووسيله استثمار دلوقتي في المجتمع. هو كمان ان هو ان البرامج دي للاسف الشديد احنا بنشوفها ويمكن موجوده في رمضان اعتمادها كله على وصف اللبس يعني الاستهزاء بالضيف والشكل يوصف الشكل بطريقه معينه اذا كان مثلا مليء في الجسم ولا لا ويبدا يعمل فيه مواقف عشان يضحك الناس عليه. هذا امر يخالف عقيده الاسلام. امر في الشريعه الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحقر احدكم اخاه. ما ينفعش الانسان يزدري اخوه الانسان ولا ينفع ان احنا يسخر الانسان من اخيه الانسان ابدا. ربنا جعل ويل عقوبة شديدة جدا لمين؟ للي بيهمز، اللي هو ممكن يشير إشارة بعينه أو بإيده أو حتى ينتقص من الإنسان اللي أمامه. ويل لكل همزة لمزة. ولذلك القرآن هنا في سورة الهمزة قال الذي جمع مالا وعدده، يعني من صفات المتنمر من صفاته أنه محب للمال، وممكن يتصور أن المال ده هو اللي هي إيه؟ المال ده هو اللي هيخليه خالد في الدنيا، يحسب ان ماله اخلده، هيجيب احسن دكتور وهيجيب مش عارف ايه وهياكل احسن اكل، فهيفضل عايش فتره طويله جدا وايه ويعتمد على ماله اللي هو ايه يوصله للكبر. يوصل الانسان ان هو اصبح متكبرا، فشايف كل الناس حواليه فيهم نقص، فيبدا يتريق على ده ويعير ده وينتقص من ده ويزدري ده، فده يدخله في زمرة هؤلاء الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى وقال ويل لكل همزة لمزة. نعم معايا اتصال تليفوني، عبد الله اتفضل يا استاذ عبد الله. ايوه يا فندم اسعد بس فضل الشيخ كنت بس اقول له على المده لانه هو الولد اتحبس 3 شهور. بالنسبه للتعويض يعني التعويض دي بقى ايه او مين اللي يحدده؟ ما هو التعويض ده احنا استاذ عبد الله عايز قعده ومش هينفع الهوا ده سؤال عايز ان احنا نقعد ونشوف الحبس ده كان بسبب ايه واللي طيب. حصل ايه فده ان شاء الله باذن الله. انا قلت لحضرتك ترجع للكنترول تاخد رقم خد الرقم وان شاء الله نتواصل مع بعضينا باذن الله. شكرا لحضرتك يا استاذ عبد الله. طيب دلوقتي انا اعمل توعيه ازاي برضو في المجتمع وازاي اربي ابناء ان هم ما يطلعوش متنمرين على الاخرين وازاي انشا جيل اصلا خالي من ظاهره التنمر؟ هو بدايه لابد ان انا احط ايدي على اسباب التنمر. أسباب التنمر الجهل بالعقوبة. الله سبحانه وتعالى توعد المتنمر بأن له نار، فقال إيه؟ نار الله الموقدة في سورة الهمزة. ما دي مشكلة أن أنا أصلا التربية الدينية دلوقتي في المدرسة ما عادتش موجودة. لا ما هو لازم بقى برضو يعني أنا برضو إحنا كنا بنعتمد برضو على المدرسة أكتر من البيت، يعني الولاد بيقضوا وقت في المدرسة أكتر ما بيقضوها في البيت، فهناك اللي بيتلقوا التعليم من كل حاجة يعني فبالتالي للأسف الشديد إن التربية الدينية يبقى في تعويض من البيت. بمعنى أني أنا دلوقتي إحنا بنروح نجيب مدرسين خصوصيين للأولاد عشان خاطر مادة كذا ومادة كذا ومادة كذا، من باب أولى أجيب لأولادي شيخ يعلمهم أدبيات الإسلام، أقول له أنا عايز مش عايز يحفظوا القرآن كتير قوي ولكن يبقى عارفين اللي هم بيقروه، يعني عارفين يعني ايه همزه، يعني ايه لمزه، يعني ايه ويل، يعني ايه الانسان لما يتعامل مع الناس يتعامل معهم باخلاق كريمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وضع شيء في ميزان العبد اثقل من حسن الخلق، اثقل حاجه في ميزانك انك انت تكون عندك اخلاق كريمه. طب احنا نطلع فاصل وراجعين تاني. طلعت فاصل وراجعين تاني، انتظرونا. فيه التوسط في الامور والاعتداء مكملين معاكم مشاهدينا وموضوع حلقتنا النهاردة عن التنمر. وكنت سألت فضيلة الشيخ قبل ما نطلع فاصل عقوبة التنمر في يعني دايما المجتمع مش عارف العقوبة فبيستهين بالكلمة زي ما حضرتك قلت. طيب دلوقتي ازاي انا اساعد على تقليل ظاهرة التنمر في المجتمع وما هي اصلا اسباب التنمر في الشارع؟ نعم اسباب التنمر
أول حاجة أسباب التنمر اللي هو الجهل بالعقوبة. يعني هو مش عارف الخطورة اللي هو بيعملها إيه. يعني لما نيجي نقول له إن عقوبة التنمر عياذا بالله النار. عقوبة التنمر إن هتيجي يوم القيامة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال أتدرون من المفلس؟ مين اللي مفلس؟ اللي معاهوش فلوس. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. يعني عمال يصلي وعمال يصوم وعمال يحج وعمال يفعل حسنات كثيرة كالمرأة التي ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة يقال من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. بتأذي الجيران باللسان. قال النبي هي في النار مع الصلاة، مع كثرة هذه الصلاة التي تصليها، نعم، مع كل الأعمال الصالحة دي، قال هي في النار. ثم ذكروا له امرأة قليلة الصيام قليلة الصلاة قليلة، هي بتعمل العبادات مش كتير زي الأولانية ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. يبقى العبرة هنا بإيه؟ وهنا الحديث من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. آه العبرة بالأخلاقيات مش بكثرة التعاطي. الخلق هو إن أنت بتصلي عشان أخلاقك تكون كويسة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أنت بتحج عشان أخلاقك تبقى كويسة. أنت من رجع من حجه ولم يرفس ولم يسخر رجع من حجه كيوم ولا تخوم. يبقى الحج بيعلمك الأخلاق الحلوة. هو رايح يحج علشان فعلا يتوب ولا رايح يحج عشان يقال عليه حج أو علشان يقال برضو أنه كل واحد يرجع إلى نيته. أصل هو كل العبادات بتصب في الأخلاق. يعني حتى في الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. التزكية أخلاق. نعم. الصيام إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفس ولا يسخب، وإن ساب أو لاحد جه يشتمه أو يتخانق معاه، إن ساب أو أحد أو قتله فليقول إني مليء إيه صائم. يبقى هنا كل العبادات تصب في الإيه؟ في الأخلاق. ولذلك ربنا أقسم 11 قسم في سورة الشمس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. 11 قسم ليه؟ عشان يبين للناس خطورة الأمر، إن الأمر أمر الأخلاق ده أمر عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل حصر للبعثة المحمدية فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهنا أول حاجة الجهل بالإيه؟ الجهل بالعقوبة. الأمر الثاني الكبر. الكبر سبب من أسباب التنمر، إن أنا شايف نفسي أحسن من غيري، شايف هو إيه بقى يا أرض تهدي. الكبر، ولذلك إن هو بيتكبر بماله بمنصوبه ويتكبر بشكله الجميل، بيتكبر على الناس بإيه؟ بحسبه بعيلته، فيبدأ يستقل بالآخرين، يبدأ يعير الآخرين. فالكبر سبب من أسباب التنمر. الأمر الثالث والخطير جدا، وده لازم يتراعى في البيت نفسية أطفالنا، إن الطفل أحيانا بيبقى مهمش في البيت فعايز يظهر نفسه إنه هو مهم والناس بتكلم عليه حتى لو بيعمل حاجة غلط، فيبدأ إن هو يعمل سلوك، السلوك ده يلفت الأنظار إليه لأنه هو مهمش. الأمر الرابع العنف الأسري. في تنمر في البيت، الولد هيطلع متنمر، الزوج بيتنمر على الزوجة، الزوجة بتتنمر على زوجها، دايما فيه تنمر على الأطفال في البيت. العنف الأسري ده يولد التنمر عند الأطفال، فعايزين ينتقموا بقى، ينتقموا منين؟ يعني من نفسيين. الأولاد بره في المدارس. فهنا لازم نعالج العنف الأسري ده، إن احنا ما يكونش عندنا في بيوتنا طول الوقت زعيق وطول الوقت عنف وطول الوقت سب وشتم. ما هو التنمر إيه؟ التنمر ممكن يكون تنمر جسدي إنك تضرب ابنك، التنمر ممكن يكون لفظي إنك أنت تشتمه أو تزدريه أو دايما أنت فاشل أنت كذا أنت كذا. الكلام ده كله ده بيخلي الولد يطلع أصلا عنده شحنة من التنمر عايز يطلعها خارج البيت، فيبدأ بقى هو. وللأسف كمان إن أنا كل ما بأذيه بالكلام أو أقول له يا فاشل، على فكرة هو كمان بيزداد في الفشل. طبعا يعني هو الأمر سيء جدا. لابد إن احنا يكون عندنا الأسلوب النبوي في التربية. النبي صلى الله عليه وسلم ياخد بإيد معاذ ويقول له والله إني أحبك، ويبدأ ينصحه لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عندي على ذكرك وشكرك، بيديله المعلومة مغلفة بالحب والمودة. يمسك بإيده كده، يجي للغلام بعمال إيده تروح في الصفحة وعمال يأكل من شمال ويمين، يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريك. النبي بيعلمه بيربيه بأسلوب جميل. يشيل أولاد بنته زينب وهو بيصلي ويحملهم،
ينزل من على المنبر عشان ولاده، فلازم يكون في رفق. وما يوضع الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. ما ينفعش برضه التنمر بيجي من الاسره عن طريق ان احنا ممكن نفرق ما بين الابناء، ان انا عامل حد كويس عشان هو شاطر او فالح في المدرسه، والتاني بعمله وحش علشان هو فاشل. صحيح. فللاسف انا يعني بولد عند الاطفال مرض نفسي او عدم ثقه في النفس، واحنا عارفين حالات كتير بتوصل للانتحار كمان. للاسف يعني هم عملوا اليونسكو عملت احصائيه الكلام ده السنه اللي فاتت. الاحصائيه دي بيشوفوا موضوع التنمر، عملوها على 19 دوله. تنمر على 19 دوله احصائيه. فقالوا ان في 34% تنمر لفظي في المدارس، اللي هو فيها حوالي مليار طالب على مستوى العالم، حوالي مليار طالب. في 25% حصل عندهم تنمر، تعرضوا للإزاء. ده اللي تعرض للإزاء اللفظي 34%، تعرض للإزاء الجسدي 8%، اللي تعرض للإزاء الجسدي 8%. فده أمر خطير جدا إن ربع مليار طفل في المدارس يتعرضوا للتنمر. يبقى دي قضية خطيرة جدا. يعني كان في مبادرة جميلة عجبتني، القضاء على التنمر، يعني كانت من سيادة الرئيس، أطلقت منذ فترة في المدارس في مصر كلها. يعني القضاء على التنمر كانت حاجة كويسة كده من نجدة الطفل على ما أعتقد. أنا معايا أم أحمد من الأسر، اتفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك اتفضلي. لو سمحت عايز أكلم فضيلة الشيخ. مع حضرتك اتفضلي. اتفضلي أم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا اللي كنت معايا غوشتين ذهب. راح أبو جوزي راح خد مني واحدة، راح قال لي هنجيب مشروع، يعني قال هنجيب مواشي وكده. مين اللي أخذ منك واحدة؟ أخذ غوشة واحدة مني، عمي يعني أبو جوزي. تمام. أبوها أبو جوزها. راح قال لي يعني هنجيب مواشي ونعمل مشروع مع بعض. بدل ما هي واحدة هخليهم لك اثنين وكده، يعني نكبر المشروع ونبيعه وبعد كده تيجي ايه حظ الغوشة وازيد منيها. تمام. راح خدها مني وباع المواشي اللي جبناها دي. بعد كده قال لي انا ما خدتش منك حاجة. يعني هو عمل المشروع بعد كده قال لك مالكيش حاجة؟ مش في شهود طيب؟ قال لي مالكيش حاجة عندي. في شهود طيب ولا ما فيش؟ في جوزي وام جوزي وكلهم يعني في البيت. طب وهما ما اتكلموش معاه ليه؟ يعني هما جوزك و حاجه عندي. هما قالوا برضو مالكيش حاجه عندي. طب وجوزك فين؟ بس انا مش مسامحه، يعني بقولهم انا مش مسامحه ولا في الدنيا ولا في الاخره. جوزك فين يا اختي؟ هو برضو جوزي بيقول لي قال انت، قال انا قلت له انا مش مسامحه. طيب خلاص انت قلتي مش مسامحه، واحنا دلوقتي بنتكلم اهو، ان شاء الله نرد عليكي باذن الله. ماشي، اشكرك يا ام احمد. هو ام احمد دلوقتي بتتكلم في قضيه خطيره جدا، اللي هو استسهال الناس، ايذاء الناس، ان هو اكل الحقوق. ما هو ده كله ده ايذاء. اكل مالي ناس بالباطل. يعني ده كل ده ايذاء. يبقى الايذاء عندي ممكن يكون الايذاء لفظي، الايذاء جسدي، الايذاء بان انا استحل حاجه مش من حقي. طيب الصحابه لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو سالهم الاول اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي ياتي بايه؟ بصلاه وصيام وصدقة. نعم. يعني بيعمل أعمال كبيرة جدا. ولكنه يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا. نعم. خلاص، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يعني يا أم أحمد ما تزعليش، وانت قلتي أنا مش مسامحة، يبقى الحساب يوم القيامة بالإيه؟ بالحسنات. هتيجي يوم القيامة هتاخدي من حسناتهم. الإنسان أحيانا ممكن يبقى واقف على باب الجنة على حسنة واحدة، فتيجي لك الحسنة بتاعت المال اللي هم أخذوه منك، واستعوض ربنا سبحانه وتعالى، واطلب الخلف من الله عز وجل، وأسأل الله أن يرد عليك مالك يا رب العالمين. اللهم آمين. معايا رجب من الأقصر، اتفضل يا أستاذ رجب. وأهلينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بحيي فضيلة الشيخ. مع حضرتك. اتفضلي. بحيي الأستاذ المحترم بتاعك يا فندم والله. نعم يا حاج اتفضل. أشكرك يا فندم، ذوقك هو بيحييك. بالنسبة للتحليل، بالنسبة بعد الطلقة الثالثة. واحد عايز يحلل مرته. وبالنسبة للسؤال الثاني اللي هو ايه التحايل على القانون، اللي بيروح يطلق ويتجوز عرفي عشانك تقبض المعاش. تمام، سؤالين مهمين جدا، ربنا يكرمك. دول عايزين حلقة لوحدهم. حاضر نجيبك ان شاء الله. أشكرك يا أستاذ رجب. السؤال هنجاوب عليهم. السؤال الاول بتاع الاستاذ رجب اللي هو الطلقه الثالثه، كيف احلل مراته؟ ما ينفعش يقول ايه ان انا احللها. ليه بقى؟ لان هي بدل اللفظ صريح،
وفي ثلاث طلقات لابد ان تنكح زوجا غيره، لابد انها تتجوز جواز طبيعي مش تحايل ولا محلل ولا الكلام ده كله، لازم تتجوز. وبعد كده اذا طلقت ممكن يرجعها بعد ايه، بعد ما تطلق، لكن وليس هذا بالاتفاق. يعني المحلل ملعون، لا ملعون ملعون اللي يجيب واحد كده عشان وسماه النبي التيس المستعار، اللي يجيب واحد كده عشان يحلل له زوجته بعد ثلاث طلقات، لا خلاص هو ان يتفرق يغني له كلا من ساعته، وخلاص هو ايه بدل حصل طلاق ثلاث مرات خلاص بقى، يعني كل واحد يشوف طريقه، واذا كان في نصيب بعد كده ما فيش مشكله بعد ما ايه تتزوج زواج طبيعي عادي. يبقى لا يجوز ايه المحلل، لا يجوز المحلل، حرام وملعون. تمام. الامر اللي بعد كده التحايل على القانون بان هو ايه تروح تطلع عشان تاخد المعاش ويجوز عرفي. أيوة. هذا من اكل مال الناس بالباطل، وهذا لا يجوز. هذا حرام، هذا من حرام. اكل اموال الناس بالباطل، وده بياكل اموال الدوله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المال العام. قال ان اناس يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامه. بيتصرفوا في مال سمى الله مال العام مال الله. فاللي بيحاول يتحايل عشان خاطر ياخذ مالا غير ماله فده لا يجوز شرعا، حرام. تمام. انا معايا استاذه ماجده. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. الحمد لله حبيبتي، يا رب يبارك لكم ويجازيكم كل خير يا رب. يا رب ان شاء الله. سلام. معاكي فضيله الشيخ. كنت عايز اسال يعني اخويا اتجوز واكتشفنا ثاني يوم الدخله ان عندها فشل كلوي. محدش قال له خالص ان هي مريضه ولا اي حاجه، ما عرفناش ان هي عيانه الا بعد ما اتجوز. طيب يا اختي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هل الفشل الكلوي يعوق هذه الزوجه عن ممارسه الزوج حياه طبيعيه طبعا معاها؟ طبعا يا شيخ في كل حاجه مؤثر. يعني مؤثر؟ لا انا عايز بس اسال في نقطه واحده بس، هل مؤثر عليها في الجماع؟ ده هو اللي يسأل بقى، أخوك اللي يسأل. كان بيشتكي من كل حاجة. بيشتكي من كل حاجة، لو كان في تعمد يبقى العقد فاسد، إذا كان يضر بهذا الأمر، وإذا كان هو في عدم إخبار، لكن لو مرض وتعب ما لا يؤثر في 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 في, في حقوق الزوج، ما فيش مشكلة في الأمر. طيب عندك أسئلة تانية يا أستاذة ماجدة؟ أيوه أنا جاية لحضرتك في الكلام، هي يعني هو طبعًا ما استحملش أي حاجة خالص. وهي ومشاها وبس بصراحه جري معاها كتير في القصر العيني، شالت كليه يعني، وكانت ظروفها صعبه خالص فمشيت يعني من كتر التعب وكده، وزهقوا من بعض فسابوا بعض. فهي لما مشيت رفعت عليه قواضي، وكل شويه يجي له محض قضيه ان هو ان هي بتاخد فلوس من البنك على حسابه ونفقه ومش عارفه ايه واحوال يعني. طب هو كلمها يا اختي، كلمها في ان ليه خبيته عليا؟ نعم. هو كلمها قال لهم. طب هم خبوا عليه ليه اصلا؟ يعني هم ليه ما قالولكش الحقيقه ان هي مريضه يعني؟ ما قالوش والله يا بنتي، اقسم بالله ما قالوا، احنا ما نعرفش ايه السبب. طيب ما هو ايه السبب؟ هو ما تناقش معاه في الامر ده؟ الله اعلم. طيب هو ما حدش قال له ان هي تعبان. المهم ان هي لما من كتر بقى ضغط المحامين عليه وكل الظروف الصعبه دي، وهو شغال حداد وظروف ربنا اللي يعلم بيها، وحاليا ما فيش شغل اصلا، فباع الحاجات بتاعتها كلها وبقى يصرف منها، باع كل حاجه غليظ ورفيع. تمام. هل هو دلوقتي على وزر، والناس اللي خدت الحاجات دي عليها وزر؟ هي المشكله دلوقتي مش طبعا هنجيبك يا اختي ان شاء الله. اشكرك يا استاذه ماجده على اتصالك. هو دلوقتي المشكله دلوقتي مش في احنا برضو لازم نروح ان احنا بنسمع من طرف واحد. هو بس احنا لسه قلنا انا بكلمها ان هي لو الامر بيضره وفي غرر هم تعمدوا اخفاء ان هي تعبانه. العلماء هنا انا الصراحه مش لاقيه مبرر ليه هو ليه، ما هم مش عايزين يقولوا عشان تتجوز، وده غرض. لا تستفادوا من الجواز. لا ما هو ده غرض، ما عايزين حد بقى يصرف عليها، حد يصرف عليها ممكن. ما هم دلوقتي مش قادرين يصرفوا فيجي يجوزوها ومن غير ما يقولوا، فده لا يرضي الله عز وجل.
لكن لو عنده علم خلاص، هو عنده علم وقبل بالامر ده ما فيش مشكله. اذا كان العلماء يقولون ايه، يقولون اذا كان الامر ده بيضره في حقوقه الشرعيه فده ايه، ده يعتبر عقد، العقد فاسد. لان الغرض الاساسي من الزواج هو ايه، الحقوق الشرعيه. هو يعمل ايه عشان يثبت كده؟ وده يعني ده معتبر في القانون المصري في حالات الطلاق والزواج؟ هو لازم لازم بقى الدكاتره اللي هو راح لهم ياخد منهم تقرير بان التعب ده انها مريضه من قبل الزواج، فيبدا بقى يطعن في العقد. يطعن في ايه؟ عقد الزواج، ان العقد فيه ايه، في غرر، في فساد في العقد. انك انت ما اخبرتنيش في العقد ان في ضرر هيقع عليا بعد العقد. فهنا اصبح الايه، اصبح ما فيش امانه. فهو بالنسبه للحقوق لا، هو ليه حق، لكن هي المشكله دلوقتي بقت ايه، في القانون. هو لازم يثبت انها كانت مريضه وان هو صرف عليها وان هو يعني هي تقريبا برضو قعدوا فترة، فده ليه مدة ولا يعني هو استنى ليه برضو لحد ما اتطلقوا بعد هو كده؟ هو الواضح ان هو ابن ناس وعنده اصل ومجيري بيها. طب في مدة ولا ممكن يثبت في اي وقت ان لا ده كان في ضرر في الزواج؟ لا، هو يثبت بقى، يجيب تاريخ المرضي يعني بتاعها. لازم يعرف تاريخ المرضي، فمن خلال تاريخ المرضي بتاعها، من خلال الدكاترة اللي هم عملوا لها التحاليل والاشعاعات والعملية اللي اتعملت، ان هو وقع عليه ضرر يعني كبير جدا. من مدة في القانون المصري مدة معينة لفسخ العقد زي التقادم؟ لا، ان هو ما يقدرش يرجع عليها بحقه هو، ان هي زي ما حضرتك قلت ان العقد كان فيه فساد او فيه غرر. يعني ما فيش 3 سنين زي القانون تقريبا ما بيقول. 3 سنين في ايه؟ في التقادم. لا، هو دلوقتي هو اصبح دلوقتي مشكلته في حاجه، ان هي دلوقتي رفعت نفقه ورفعت قايمه، فهو دلوقتي ممكن يتحبس. فلازم هو يحاول يخرج من الامر ده. هو من ناحيه الوزر اذا هي قالت الكلام ده وهو ده حقيقه ما قالت، احنا سمعنا من طرف واحد، يبقى هو معلش وزر. اللي عليه وزر هي واهلها، ان هم يعني اخفوا عليه ان في ضرر عندها وان عندها مشكله وان في ايه في العقد. طب يعني يرجع برضه هو لمحامي ويقول له الكلام ده كله ويستشيره؟ لازم يروح لمحامي، ما يسيبش الامور كده، لانه في الاخر القايمه بتاعتها كلها تاخدها. لو هو ما مشيش في الـ في الـ في ان هو فساد العقد، ان في ضرر وقع عليه من فساد العقل، وان هو انفق القايمه بتاعتها وفلوسها كلها على 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 العمليات بتاعتها. تمام، ربنا سبحانه وتعالى يعوض عليه ان شاء الله ويخلف عليه خيرا. تمام. انا معايا ابراهيم من كفر الشيخ، اتفضل يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اكلم فضيله الشيخ لو سمحت. مع حضرتك. اتفضل. بقول لحضرتك يا عم الشيخ، احنا اخوان، ثلاثه بنات ثلاثة بنات واثنين. ماشي. تمام. اتفضل. فوالدي قبل ما توفى بقاله سنة كده توفى، عندنا بيت كتبوا ثلاث بنات ولي. أخونا قال أخوك مبسوط وكان شغال يعني وكان ربنا كرمه واشترى بيت لوحده وكده، قال لي هو مبسوط مش محتاج حاجة وراح باسمنا احنا الأربعة. كتب الورث بتاعه كله ليكوا أنتوا واستثنى أخوك المبسوط ده. قال لك هو مبسوط. ربنا كرمه يعني اشتغل شغال، ما حدش هيطلعه. تمام. سؤال حضرتك بقى فيه. فطبعا بعد ما اخويا ده جه عايز يطلب، بيقول عايز لي حق زي يعني مش عارف انا دلوقتي اعمل ايه. هو يعني ليه حق طبعا. الثراء المادي لا يمنع من الارث، يعني هو مبسوط بس ليه حق. بس هو يعني برضه يعني كتب العقد، يعني دي وصيه. لا يجوز ان هو يكتب ولا بيع وشراء على حياته، على حياه باطل. صاحب الاصل اللي اعرفه ان لو بيع وشراء على يعني في حياه صاحب المال بيجوز. هو الحاج هنا بيسال ان هو ده حلال ولا حرام، وده ربنا يجازيه خير، ان هو دلوقتي عايز يعرف. هو يؤسن بس بس هو لا يجوز للاب ان هو يوزع تركته وهو عايش. ده في الاسلام ما ينفعش، ده كلام خطا، انك انت تستثني واحد عشان هو مبسوط ماديا. انا عارفه ان هو في الاسلام خطا ولا يجوز، ولكن انا بتكلم في القانون دلوقتي. هل هم يعني اخوهم ده يقدر يرجع عليهم بحق مثلا مطالبه قانونيه؟ هيرجع طبعا، يرجع. ما هو دلوقتي هو ظلم، لان هو دلوقتي الاب كتب قبل ما يموت، وده يعني في عقود كده، في العقود دي فيها شك. الواحد قبل ما يموت كده بيجيبوا الحاجات دي، العقود اللي تمت في نهايه المرض او في قبل الوفاه بيبدا فيها طعن، يطعن على صحتها. ان هي مش للحرمان وارث. أيوة. ولا يجوز حرمان الوارث. وانتوا لو عايزين
انا بوجه بقى ندائي ده للي بيسال، لان هو ده اللي بيسال يبقى فيه خير. اللي بيسال ده اللي بيسال يبقى فيه خير. طيب اعمل ايه؟ لا تجيب اخواتك وتقول لهم الشيخ قال والاسلام بيقول والدين بيقول لا يجوز حرمان وارث، حرام. لو انتوا عايزين تريحوا ابوكم في 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 قبره، انك تجيب الورث ده وتوزعه زي ما ربنا قال، لان هو صاحب الحق هيتحاسب عليه طبعا. هم هيشاركوا في الوزر، الاب هياخد وزر انه حرم ابنه من الميراث. هل 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 ان انا مبسوط ماديا او مرتاح ماديا او عندي فلوس؟ انا كان عندي سؤال مانع من الارث، يعني ما الورث والميراث والحاجات دي كلها برضو، يعني احنا محتاجين نعمل حلقه فيها، خاصه ان طبعًا اللي مخلف بنات دايما يعني بيكتب كل املاك لبناته، يعني لاولاده لبناته اللي هو مش معاه ولد، لحرمان وارث. مش حكايه حرمان وارث بس، يعني علشان مثلا اعمامهم او اخوالهم ما يجوش يقسموهم في التركه بعد وفاته، هم ما لهمش سند وما عندهمش غير المال ده، فهو احيانا بيكتب كل الاملاك كل بناته. يعني السؤال بقى، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. ليه بقى؟ لانه بس كره، بس كره ما انزل الله. ولكن مش حكايه كره ما انزل الله، ولكن الحكايه يا فضيله الشيخ دلوقتي لو هم بنات ويجي ابن خالهم او يجي ابن عمهم يورث معاهم باي حق، معلش باي حق يورث معاهم، وهو ما تعبش معاهم وهو كانش بيسال عليهم، اي حق الله في صله الرحم اصلا هم ما كانوش بيسالوا عليهم؟ هو ياخد ذنب القطيعه، اذا كان هو قاطع للرحم ياخد ذنب القطيعه، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الميراث ده من عنده هو، تقسيمة حتى لو كان تقسيمه الميراث دي من عنده هو. لو كتب البيع والشراء، بيع وشراء على حياته وعلى حياه لا يجوز قبل الوفاه، لا يجوز اذا كان فتره كبيره جدا، لا اذا كان في نيه لحرمان الوارث شرعا لا يجوز، ودي كبيره من الكبائر. حبط عمله، ربنا قال على اللي كره ما انزل الله حبط عمله، فلا يجوز ولا يشم رائحه الجنه. طيب القصه بقى، اصل هو الخارج عن البنات هياخد ايه؟ يعني لو في ام وفي هم البنات بيرثوا الثلثين، فبيبقى قاعد تلت. لو المراس 500,000 يا فندم، فهو بياخد 150,000 مثلا، مش ده مبلغ مش قليل. مش ده ربنا سبحانه وتعالى اللي وضع هذا الميراث؟ نيجي نقول ربنا انت بتعمل كده ليه؟ لا ما ينفعش، هو ربنا يعني بس شرع، ربنا مش ظالم، ولكن العباد احيانا بيظلموا. يعني هو المفروض هو ياخد الذنب القطيع، لو كان قريبهم ابن عمهم ده او عمهم ان هو ده قاطع ليهم، قاطع ليهم، هو ياخد عقوبه القطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع، ياخد الفلوس بس مش يخش الجنه. لكن انا ادي له حقه، ادي له حقه، هل ينفع احرمه؟ بس انا ما قصدتش ماشي حقه، بس حقه انا بتكلم باي وجه حقه. امتى بقى هو ما تعبش في ان هو يجني المال دوا، ولا ان هو يبني، ويمكن طيب يكون البنات هم اللي بنوا البيت. لا لا دي فيها لا الكلام ده في تفصيل. يعني ايه؟ يعني الاب شرع حاجه والبنات كبروها، لا تحسب بقى هم الفلوس اللي دفعوها قد ايه، تعبهم هم قد ايه، اجرتهم هم اللي زيهم بيشتغلوا بياخد كام، كل ده يحسب. لكن انا بتكلم على ميراث الاب مثلا، واحد الاولاد او البنات ما تعبوش فيه، ما التعب تعبوش كله للاب، يبقى كل اللي يتقسم الميراث على يعني حسب الشرط. مثلا اب جاب قطعه ارض او ام هم اللي بنوها، يحسب البنات اللي بنوها، تتحسب المباني، تكلفه اليوم مش تكلفه من ساعه ما اتبنى. جابوا مثلا عربيات او جابوا كذا او كذا، هم نموا المال، يبقى يتحسب لهم هم اجره الايه المثل. لكن انا بتكلم في نقطه ان انا الاب مات وساب فلوس واولاده هيورثوا وما عندوش اولاد ذكور، يبقى ساعتها لا لازم العصبه اقرب عصبه هو اللي بياخد المال. بس هو تفصيل الموضوع زي ما حضرتك قلت فيه تفصيل، فلازم نقول كل التفاصيل. تفصيل. طب في واحد مش قاصد انه يحرم، ايوه عايز يكافئ اولاده، ايوه مش مشكله خالص. يعني انا هادي لكل بنت شقه، ايوه ما فيهاش مشكله خالص، بس اسوي بنت. انا بتكلم عليه لا، ما هو في فرق بين ايه النيه هنا بقى، النية هنا بقى، انا نيتي احرم الوارث ولا نيتي ان انا عايز اكافئ اولادي؟ معنى وفي واحد ما عندوش الا بيت فيكتب لاولاده البيت عشان خاطر ما يتمرمطوش مثلا، ما برضو ده اللي كنت انا بتكلم. هو المهم هنا ايه؟ الموضوع انما الاعمال وبالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. تمام. انا معايا اتصال تاني، ام خالد، اتفضلي. ام خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. الشيخ انا ابني قعد سنتين في سجن اسيوط، بس والله العظيم اتاخد ظلم يا شيخ. لا اله الا الله. ومرت جاله الدرن وتوفى، وكان متوفى من السجن. مات في السجن يعني؟ اه مات في السجن. التهمه كانت بالنسبه له ظلم يعني؟ ما فيش والله ظلم شيخ، والله ظلم. ولما جاني قعد سنتين تابع عنه، لما جاني كان متوفى. ربنا يصبرك ويرحمه. ربنا يصبرك يا رب ويغفر ليه ويرحمه، ويعني
يعني عليك ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه ويرحم امواتنا جميعا واموات المسلمين يا رب العالمين. ويعني انا يعني ندعي له كده ان شاء الله بالرحمه والساده المشاهدين كلهم يامنوا يا رب ارحمه رحمه واسعه ويسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين وجميع موتى المسلمين. وكان في والله برضو حد موصينا ابوه توفاه الله الحاج سيد عبد الرحمن، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه رب العالمين ويرحم ابنك يا رب رحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. السؤال هنا يا حاج طيب معانا. طيب اشكرك يا ام خالد، هي يمكن كانت عايزه دعوه لابنها. يعني احنا ندعي والله كلنا ليه ان ربنا يرحمه رحمه واسعه ويصبر قلبها، ينزل على قلبها السكينه، ويعني احتسبيه عند الله، احتسبيه عند الله واصبري، وان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى ياجرك في هذه المصيبه يعني. تمام، حضرتك عايز تدعي لحد تاني؟ يعني ندعي والله موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، يعني اسال الله ان يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا رب العالمين، انك سميع قريب مجيب الدعوه. اللهم امين. انا معي اتصال ثاني، استاذ محمد من العريش، اتفضل يا استاذ محمد. أبنى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتفضل. اهلا معاك فضيله الشيخ يا فندم، اتفضل. اتفضل اتفضل. طب هو شكله مش سامعنا يعني يا استاذ محمد، حاول تعدي الاتصال مره ثانيه. طيب انا عايزه كده قبل ما اختم حلقتي طبعا لازم اعرف اللي تنبر واساء وقال كلام سوء في النهايه هو عايز يتوب وعايز ينجي نفسه من التهلكه ومن نار جهنم، يعمل ايه؟ ده سؤال كويس. ان احنا يعني لو الانسان مثلا عرف العقوبه وعايز يرجع لربنا سبحانه وتعالى باب التوبه مفتوح. طيب أتوب إزاي؟ أولاً لابد أن أنا أندم على هذه الأفعال القبيحة البذيئة، الأخلاق السيئة، العدوان اللي فيها تفشي وفيها حقد وفيها عدوان وفيها سلوكيات لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة الندم. الأمر الثاني أن أنا أعزم على عدم العودة، أن أنا ما أرجعش لهذه الأخلاق السيئة. الأمر الثالث أن أنا أدعو وأستغفر لمن تنمرت علي، حتى تستطيع أو حتى يعني تتأكد أنك قد أوفيته حقه. الأمر اللي بعد كده أنك في الأماكن اللي أنت أسأت إليه فيها تحاول أن تمدحه فيها. يعني المكان اللي أنت دايما أسأت ليه وشوهت صورته وحاولت تضحك الناس عليه، تحاول بقدر الإمكان أنك أنت تمدح هذا الشخص، أن تقول في حقه خيرا حتى تستطيع أن توفيه حقه. والندم وعدم العودة لهذه الأفعال القبيحة. تمام. طيب برضو عايزة أعرف حساب المتنمر يوم القيامة. احنا قلنا دلوقتي من ضمن العقوبات الويل، ودي عقوبة شديدة ان الفعل ده من الكبائر. قلنا ان الحساب يوم القيامة اللي هو بالحسنات، هيجي كده اللي انت قلت عليه كلمة مش حلوة، اللي انت وصفته بالسواد او وصفته بالقصر او وصفته بانه اعور او وصفته بشيء وتنمرت عليه وقلت في حقه شيئا، هيجي يوم القيامه ياخذ من حسناتك. طب لما تنتهي حسناتك ياخذ من سيئاته فتطرح عليك فتطرح في النار. يبقى ده عقوبه شديده ولا مش عقوبه شديده؟ يبقى الحساب يوم القيامه بايه؟ بالحسنات. الحساب دلوقتي بالفلوس، بالمادة، الفلوس دي بتروح وتيجي، لكن لما يجي يوم القيامة يلاقي ان ده اللي قال عليه هياخد منه وده هياخد منه ده. واحنا بنلاحظ ان التنمر على لعيبة الكورة، تنمر على الفنانين، تنمر على الـ على الـ على, الـ على الناس اللي اصحاب العاهات، كل الكلام ده لا يرضي الله عز وجل. ربنا لا يرضيه انك انت تستهزئ بـ 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 بالبشر ولا تزدري بشر ولا يبقى في عنصريه. واحنا بنشوف العنصريه دي في 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 المجتمعات، حتى في اوروبا في الملاعب، انك انت مسلم يروحوا عاملين عنصريه عليه، ان هو اسود يعملوا عنصريه عليه. كل ده لا يرضي الله. ديننا الجميل، ديننا جعل حق للبني ادم ده، ولقد كرمنا بني ادم. ربنا جعل ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اتعيب الصنعه ام تعيب الصانع؟ لما لو واحد يبص على واحد يقول لك ده اعرق، انت تعيب الصنعه ام تعيب الصانع؟ مين اللي خلقه كده؟ ربنا. ليه تتريق عليه؟ ولازم كمان الناس اللي بيحصل عليهم تنمر دول لازم يكون عندهم ثقه في نفسهم كبيره جدا. يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا. يزيد قبح يزيدني قبحا فازيد سماحه وحلما كعود زاده الاحراق طيبه. الله.
يعني انت ربنا وصف عباد الرحمن، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا يسلمون فيه من الاثم. ولذلك لله ضره من قال لسانك لا تذكرن به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وكل يا عين للناس أعين. يعني أنا بدعو برضو مع حضرتك أن يكون في تعليم في المدارس لأطفالنا بخطورة التنمر طبعا، وأن ما ينفعش يطلعوا يتنمروا على بعض بأي وسيلة أو لأي سبب من الأسباب. إحنا بكده هنكون يعني نجناهم من النار وعلمناهم دينهم كما ينبغي أو كما يجب أن يتعلموا. في نهاية حلقتي فضيلة الشيخ حمدان الصالحي من علماء الأزهر الشريف، أشكرك ونورتنا النهاردة في حلقتي، واستفدنا كتير من المعلومات اللي حضرتك قلتها. في النهاية اللهم اجعلنا من التائبين ومن التوابين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، وإلى لقاء آخر. وهذا ديننا. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماء.